طعنت الغريب تجرح، طعنت القريب تذبح، جوا الروح تنام، كل مين بقصره بيفعل، بس المنحبه منزعل يا ابن حلال. ما بعرف شيء. بتعرف ولك؟ بتعرف احكي. طوي بالك عم اقول لك على... ما بعرف شيء، ما بعرف شيء. احكي احسن ما تموت هون ولا؟ لك عم اقول لك انا ما بعرف شيء يا جماعة صدقوني. لا؟ ايه. مين بيعرف في قصة الاوراق اللي وصلته للزعيم غير ابن عمك سعيد؟ مين؟ طب طوي بالك، طوي بالك، بس سعيد بيعرف، بس سعيد، بس نحن ما كنا قدرانين نشوف حدا لأنه سعيد ميت، ما عم نقدر نشوف حدا. ومين اللي جاب له الاوراق لسعيد؟ الاوراق؟ ما بعرف. ما بعرف مين جابهم. ما بتعرف؟ لا. خليك معه رجال وتصرف، ومن هون للصبح اذا ما حكى كل شيء بدنا نرحله. عم تفهم؟ بده يحكي. يستر على عرضك، طول بالك. طول عمرك. ايه يا اخي، شو المطلوب مني؟ والله بدي بيت بالحاره للايجار. تكرم عينك، بس انت منين يا ابني؟ انا من الشام، بس يعني حارتكم كثير قريبه على شغلي مشان هيك. تكرم عينك يا ابني، انا راح اضبط لك بيت على كيف كيفك وترتاح فيه. يمكن ابو سعيد اشرق لبن عنده بيت للاجار. شو رايك نروح نشوفه هلا؟ معي هلا. شرف يلا. اهلين 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 اخي الكامل. اهلين. ميه يا مستري. لك شو بالك؟ كانك مو على بعضك. اي والله يا ابو جابر مشغول بالي. شلون بدي يعزوا العرب ماني عرفان. ايه ها؟ هلا بلشت تفكر مزبوط؟ صح. طيب قل لي شو اعمل؟ انا راح اقول لك. بس روق لي دماتك، شالت يومين ثلاثة وبعدين بخبرك شو تعمل. لك البهلة مشان شو؟ خلينا ندق الحديد وهو حامي. لك يا أبو كامل، هي الشغلة فيها خطف ولد صغير
ولازم تكون حاسبها على الأربعة وعشرين. بس اللي شلون؟ شلون يا أبو جابر؟ رح أقول لك شو تعمل. هات أشوف. حليانة يا درسانة، تسلمي لي يا بديعة، والله ما في منك أنت. نحن موافقين بديعة. الحمد لله يا ربي. مالك علي يمين اني عم بدعي من صمصوم قلبي انها توافق، لاني ما رح راقي ضرة تفهم عليها وتفهم علي مثلها. ايه بديع، بس انا عندي شروط لجوزك قبل ما تتم هالجوازي بالاساس. ايه وشو هي هالشروط؟ بدي اياه يعدل بيناتنا نحن التنتين. انت لا تاكلي همي، انا مستعده اقعد خدامي عنكم انتوا الاثنين، لاني عرفانه انك بدك تعملي هذا الشيء. عم بشترط هذا الشرط. شلون يعني؟ لأنه ما بدي إذا كنت العروس جديدة إنه يهملك ويقصر بحقك. أنت غالية علي يا بديع، نحن بمعزة الأخوات، وما بدي هذا الشيء يأثر علينا أبداً. تقبري قلبي يا وداد، والله بعد هذا الكلام نجبر خاطري. والله لو بعد بخدامتكم كل العمر ما رح أزعل، بالعكس رح كون كتير مبسوطة. أنا هذا هو شرطي. وخبري زكور إذا وافق إن شاء الله عخير، وإذا ما وافق الله يبعث له أحسن مني. ماشي رح خبره لزكور. يلا بالإذن خالتي. ما شربتي شاياتك لسه؟ ما محرزة مرة تانية. ايه بعين الله، سلمي لي على زكور كتير. الله معك تقبري. إليا لا إلي أنا. لا إلي. إلي أنا. إلي أنا. لا من حقي. ليش عم تقلوا شو انتوا؟ بس ليش عم تقلوا شو انتوا اثنين؟ أنا ما دخلني معلم. خلاص أنت اللي شو فيه لنشوف أنت وياه. قوم قوم قوم. أنا بدي أحكي. أنت ليش حسنان تحكي كلمتين على بعضه؟ إيه إيه معلم. لا خلاص خلاص احكي أنت سمير. هذا يا معلم بعد ما ذبحنا الحمار وقمنا جلده وقمنا حباشاته مشان ندفنه بالمقبرة مثل عادة. هلا بلا لعي فاضي، يعطيني الزبدة. ولقينا جوات كرشة للحمار. أنا اللي لقيته. لك أنا لقيته من أول. لك أنا اللي أشرت لك عليه. إيه أنا اللي كبشته من أول. لك خلاص منك إله وفهموني شو لقيته. هاي شغلة من حقي مو من حقك. لا من حقي. لا من حقي. لك خلصني منك إله شو لقيته عشان ما تطلع عصبيتي عليكم. هي هي شغلة معلم، تفضل. أنت حكم بها شغلة معلم، هي إلي ولا إلو؟ لا إلي. لا إلي. رح أحكم، بس أنتوا اثنين بدكم تقبلوا بحكمي ولا؟ قبلان أنا. وأنا قبلان. هات الخاتم بشوف. إن شاء الله مفكرين هذا الخاتم ذهب. لكن شو؟ لك هذا تنك يا جدبان، أنتوا اثنين ما لكم شايفينه مصدي؟ معقول؟ معقول ونص. بعدين الخاتم لا من حقك ولا من حقه. من حق مين؟ من حقي أنا. شلون؟ لك مو أنا صاحب الحمار؟ بلا معلم. يعني كل شي بتلاقوه جوات الحمار يا حمير إلي ولا أنا غلطان؟ ما لا غلطان. معناتها الخاتم من حقي، بس أنا رح كون كريم ولا عاطيكم حلوان إلك وإلو. شو هو؟ بعد ما تخلصوا البندورة البحرة عم تستناكم، بدها ألفطة غير شكل. يخرب بيتكم من قامتكم، بدكم تورطوني على حياة عيني. كمان عجبك؟ اشتغل من تم ساكت. يلا يا رجال بدي همة، يلا خلونا نخلص. يا فوزي. أمر معلم. دير بالك راجع. ستي ام سالم، حاسة عليك انه جياتك كترانة لعنا على البيت. انا شو بقول، لبق تجي الى سغانتي برات البيت. ايه خلص خلص ما عاد اجي. ودير بالك على حالك. شلون؟ دير بالك على حالك. ايه وانت كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمية. ولك سمية. يلا عمي. يلا. يلا. شو بك يا سمية؟ ما بعرف، حاسة الدنيا كأنه عم تقلب فيني. سمية عم تحكي جد ولا عم تتدللي؟ والله العظيم جد الجد ابن عمي. اي حاسة مصاريني عم تتقطع. ما بعرف يمكن كمان. شو عم تحكي انت؟ فوتي 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 احتم لقيتك لاخذك لعند تايق مخليك تكشف عليكي، بس وينك؟
إذا بتطلعي عم تتدللي هذا الوجع بده يصير حقيقي. ها عم تفهمي؟ فهمت. يلا بسرعة بسرعة. عم بعمل مثل ما قلت لي يا سيدي، بدون لا زيادة ولا نقصان. طيب ستك بديت تحس على شيء؟ ايه يا سيدي، حتى قالت لي بس ايش يعمل خليه يفوت لعندي. معناتها اسمعي مني شو رح تساوي. امري لي يا ستي. من الكلمتين شلونك سعاد؟ تمام الحمد لله. شو كيف حتى خطرنا على بالك واجيت بدون عزيمة؟ بصراحة اشتقت لك. عن جد؟ ايه وجد الجد كمان. ايه وانا كمان. وانت شو؟ اشتقت لك. ليه خجلانة لك سعاد؟ ليه خجلانة؟ صرتي حلالي؟ بعرف بس والله بستحي اقول هيك كلام. يلا ان شاء الله شغلت هيك اسبوعين ثلاثة بالكتير بنكون متجوزين وببيت واحد. الله يوفقك ويفتح بوشك يا رب. ويخلي لي اياكي. تشرف. روح لها على ستك لا تتعوري عليها. حاضر اودعنا عفو. الله معي. اهلين عمي نزار. اهلين عمي ابو شعبك. شلونك؟ الحمد لله. كيفك مرت عمي؟ اهلين صهري. الحمد لله. حساوي لك قهوه تحييني سعاد. استريح يا ابي استريح. شو اخبارك؟ الحمد لله. اهلين عمي ابو بتعرفي يا عمو؟ والله كلام عمي ابو جابر نساني الفصل اللي عملته معنا مرت عمي. عمك ابو جابر ابن اصل وبيعرف يتصرف. بقى انسي القصه والمسامح كريم. بس انا لهلا ما عرفت شلون عمي ابو جابر بده يبرر ابي خلال اسبوع بالكتير ويرجعوا على الحاره. عمك ابو جابر حكاها هيك ملات تمه، معناتها مالي ايده في عنده شي ملموس. يعني أبي بده يرجع الحارة معزز مكرم؟ والله ما عم صدق. إيه يعني أنت مالك مصدقة إنه أبوك يبري؟ لا أيوه مصدقة يا عمو. شلون ماني مصدقة؟ بس والله اللي صار معنا مانو قليل. إيه والله مانو قليل. يلا مثل ما بيقول المثل، ما بعد الضيق إلا الفرج. الله يسمع منك يا رب. طولتي طولتي. طمني شو صار معك؟ بارك لي ابن عمي. شو يعني؟ رح يجيك ولد بإذن الله. بحياة اللي خلقك. ايه يعني فرحان؟ لك شو فرحان؟ لك طيرتيني اعلي بالفرحة. الحمد لله يا رب الحمد لله. مشي مشي بس وينك؟ هلا بدك تريحي حالك. لا بقى تشتغلي شي بالبيت. شو؟ شلون لقيت لي البيت؟ ليش وعلى اساس انا جاي اتسيرة؟ كتر خير الله جاي نستر وننضب. طمني شو صار معك عند المختار؟ شو بده يصير يعني؟ لا تاكل هم انت، انا زبطت كل الامور عند المختار وبالمخفر وما حدا حس بشي. ابنو ايه الف الحمد لله يا ربي. الحمد لله رب العالمين. شوف لك عادي عنا شغل كتير. ها الله يرضى عليك. سعيد بدي اسالك، هلا انت ليش اخترت حاره العماره بالذات مع انه عندي بيت بحاره تانية؟ صراحه ما حبينا نأسرك ونحرجك، قلنا خليك تاخد راحتك بالبيت. لا يا رجل الله يسامحك. معقوله؟ والله بعرفك طول عمرك زقرتي وبضاي ومعدة بس هيك صار. ايوه إيه لا اذا هيك شيء ثاني. وانا من هاللحظه بدي اشتغل لحتى اخلص زينهم بين ايديهم، وانت بمعيد شواربك لبقى تنزل على السرايا. انت هيك شايف؟ انا قلت لك هيك مو لانه بدي اياك تخسر وظيفتك، بدي اياك تتمك رايق ومبسوط. بس وحياه شواربك وهدول لحتى أمن لك كل شيء وريحك، بس لحتى يفرج رب العالمين. خيرك سابع عمي سعيد. المهم هلا نحن ننفذ زينه وكل شيء بعدين بيتدبر. زعيم هذا زينه وربنا دورين وما كان يقل غير على سعيد بنوب. بنوب انا ما بفهم الحكي، ما بفهم بنوب.
بتردوا بتقرروا بدي افهم منه كل شيء. بامرك زعيم بامرك. وعجلولي بالقصة مشان اعرف شلون بدي اتصرف. صار زعيم. شو بامرك. تيسروا. ما عم يقرر. يلا يلا. طمنيني عنك اختي، كيف صرتي؟ هلا مو المهم انا، المهم زينو. لا الي زينو. وحدي الله اختي وحدي. شلون بدي اهدى وجوزي اخذوه؟ لا رح كل ولا رح مل حتى رجع لك يا سالم غانم باذن الله. خايفه يكونوا عملوا له شيء او يقتلوا لا سمح الله. لا وحدي الله اختي، ما له المصلحه يعملوا معه شيء، لانه شغلتهم معي مو معه. طيب مين اخذوه؟ وين هلا بتكون اراضيه؟ لو بيكون باخر معمرات الله رح انكشتك اياه ورح يرجع باذن الله. الله يسمع منك يا اخي. بس انت ديري بالك على حالك، الله يرضى عليك. الله يحميك ويرجع لي زينه وسالم غانم يا رب. يا رب شو قصة المصائب اللي عم تنزل فوق راسنا وحده ورا الثانية؟ يا ربي والله تعب من حملنا غيرك. دايما ان شاء الله بالافراح صحة. ام سالي في هيك في بتمي حكي بس ما عم يطلع معي. شو في يا ام جابر احكي. بدك الدغري يعني حتى ابو جابر مستحي وماله عيني فاتحك بالقصة كلياتها. يا احكي والله وغوشتيني. شو في؟ شامي. شبه شامي. بدك الدغري اليوم اجت لعنا عم تبكي وتتبكبك وقال شو بدها تبطل تجي لعندي. ليش بقى؟ أنا ضايقتها بشي لا سمح الله؟ لا بالعكس ما حكيت حرام. لكن شو احكي؟ استغفر الله العظيم. كامل ابن سلفك. شبو؟ لا تقولي إنه عم يضايقها لشامي، لأنه بيني وبينك أنا كنت حاسة على هيك شي بس ما قبلت تصدق. يا ريت كان عم بضايقها وبس. لكن شو؟ احكي ام جابير. طالب منها تسرق له اوراق المال كانت اللي باسم المرحوم الله يرحمه. شو هالحكي؟ كامل طلب من شامي هيك؟ اي نعم، ومو بس هيك. عم يلعب بأعلاتها للبنت، وقايل لها إذا بتعملي مثل ما بقول لك بتجوزك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، والله ما عم صدق ما عم صدق. إيه والله معك حق. ذاتاً أنا وأبو جابر انفلجنا مثل حكايتك. على كل هي شامي قدامك، نادي لها واسأليها. شامي! يا شامي! قلي لي أستي. كامل شو طالب منك؟ كامل؟ ايه ستي الله يوفقك، خليني آخذ أغراضي وأحمل حالي ومشي، أنا ما دخلي بكل هالقصص. لك مين قال إنه دخلك؟ بس احكي لي شو القصة فهميني. كامل يا أستي كامل. ايه احكي. ولك شبكي احكي. ستي الله يخليكي، خليني آخذ أغراضي وأمشي من هون. لك احكي وفهميني شو القصة. كامل صار يتقرب مني وهو عم يجيب لك اغراض على البيت. ايه؟ لا تحكي؟ بعدين قال لي انه بده يتجوزني وخلصني من الشغل ببيوت الناس. ها هيك قال لي؟ قمت انا قلت لحالي ليش لا؟ بس هو قال لي بشرط. ايه؟ وشو هو الشرط؟ يا ربي لك احكي؟ انه حد رجل قالك بس تطلعي من البيت انا اروح خبره مشان يجي هو يسرق اوراق المال كانت تبعونك ويهرب. هيك لكان يا أبو كامل، هيك لكان يا كامل. شو هي؟ بيت مين بدك عمي؟ بدي بيت سلعادل. لا بقى تجي عمي رحلوا.
يا أم سالم، أبو جابر بيعرف بالقصة، حاكي له ياها أبو كامل بزمناته، يعني قبل ما تصير قصة شامي كلها على بعضها. بس أبو جابر ما راد يجيب سيرة، ما بده يساوي مشاكل. ليش شو قايل بقى؟ استغفر الله العظيم، قايل إنه بده يطالعك من البيت لأنه هذا البيت مو من حقك. الله يرحمك يا أبو سالم، شو كنت تحسب لبعيد؟ يو، ليش شو في أم سالة؟ الزعيم الله يرحمه ويحسن إليه، لما راح سالم سجل لي البيت والمالكانات باسمي وقال لي يا أم سالم هذا ضمان من غدر الزمان. خير إن شاء الله، أصبح ما بيطلع له معك شيء منه. أنا لا همي البيت ولا المالكانات ولا المصاري ورحمة الغوالي، أنا مستعدة هلأ أتنازل عن كل أملاكي للفقرة والمحتاجين ولا أعطيه قرش واحد إذا بيطلع هالحكي صحيح. مثالي أنا بشوف أنك ما تقاتي بأي حركة لحتى تلقطي وتحطي على عينه. شلون يعني بدي حط على عينه؟ ها رح قلك شلون، بس أول شيء لا تجيبي سيرة لحدا، واسمعي مني وفهميني. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاتي لنشوف. هذا العجمي ما عاد التقى منه اختي، صعب كثير على ياسر بدك اياه، اذا التقى بده يكون توصاي وحقه غالي. عندك شي رازي شي؟ والله بالوقت حالي ما في شي رازي، ما في اختي. ماشي يعطيك العافيه. الله معكم اختي، الله معكم. اخي انا ما استفيد شي، قلت لك رحت على العنوان اللي اعطاني اياه ملحم افندي، ما استفدت شي، ما لقيت حدا، ما حدا رد علي. المهم هلا العنوان صار معك، بجوز الجماعه واصلين لهم شي مشوار، بصير يعني. انا على قلبي مرتاح لكل القصه. انت لازم ترتاح، ابو جابر وعدك والرجال عند كلامه. قلبي نائزني من كل الحكايه لك يا ابو جبريه. والله ليش بقى؟ لك اخي ابو جابر شو بده؟ الجماعه اللي خلصوني هيك وربوني هيك، شو بده؟ في شيء في شيء في شيء عم يصير، ما بعرف شو هو. ابو جابر عامل معي مثل السمنه والعسل، على الوعد يا كمون. شيء بده يبريني، شيء بده يخلصني من كل القصه من طاطا لسلام عليكم. شو هاد؟ من هالناحية معك حق، انت هدا وروي وكله رح يصير لصالحك. روي والله ما عاد في شي بتصدق. لا والله. ايه وشو صار معك؟ تعبى راسه على الاخر وما خليت ستري مغطى على ابو كامل. ايوه دخلك شفتي لي شامي يعني تبلكمت عملت هيك ولا هيك؟ يا على عيونها شو طلعت سرنوه وسلاله، يو على شوي كنت رح صدقها على قد ما بكيت وتشهوقت. هلا اجى دوره لابو كامل بقى. ما داري لك ابو سالم قبل ما يموت مسجل اكثر مالكاناته لابو سالم. حلو، معناها اجت على ايديها ورجليها يا بي. يو ما عم بفهم عليه. انت بالاول قولي لي شو قالت لك ام سالم بالضبط؟ ايوه هي صار بدها فنجان. هي شروطك ولا شروطها لك بديعه؟ مالك علي يمين انه شروطها يا ابو الحلال. هلا ما بينشرط علي بنوب. طول بالك يا رجال، البنت ما حكت شيء، كل همها انه نحن الثلاثه نكون مبسوطين. ايه والمعنى؟ المعنى انه انت هلا وافي على شروطها، وبعدين انا بتصرف وما بصير الا كل شيء بردي خاطرك. يعني انت هيك شايفه؟ ايه تقبرني انا هيك شايفه، وبزمتي بزمتي رح تدعيلي على هالجوازه. خلص. معناها اتكلي على الله. ماشي تقبرني، ونعمل اتكال. بس يكون بعلمك ها، أنا هيك شروط ما بيناسبوني بنوب، بدك تكوني أنت المسؤولة عن كل القصة. ماشي ابن عمي، أنت حط إيديك ورجليك بمي باردة. معناها شوف الجماعة أنت شو بيقولوا لك، وحددي معهم أنت بدنا نكتب الكتاب ونعمل العرس دغري. الله يقدم لي فيه الخير. إن شاء الله، إن شاء الله. عادي شبكي خايفة يا ستي؟ خايفة من شو؟ خايفة خايفة إذا عرف كامل إني قلت لك يقتلني. والله العظيم أنا ما دخلني، كنت بدي أترك البيت ويا دار ما دخلك شر. لا لا تخافي،
انت عملي يلي قلت لك عليه، وبعدين لكل حادث حديث. وبركي قتلني؟ لا لا تخافي، لانه ما حدا بيسترجي يقرب ناحيتك، وانا موجوده، انا امثالي. الله يديمك يا عزتي فوق راسي. يعني أنا كان بدي هيك أفتح معك موضوع، بس بذات الوقت ماني حابك أدخل بينك وبين مرت أخوك، عرفت كيف؟ خير شو في؟ والله ماني عارفان شلون بدي بلش. وبغوش لي أبو جابر شو في؟ يعني هي عم تقول إن أمنت فيك بقصة أخذ التار، بس ما طلعت قد الشغلة يا عمتي. شو الحكيات؟ لك احرمي، خدها على قد عقلها، بس مو هون القصة. شو في كمان؟ يعني هي عم تقول انه ابو سالم رحمه الله عليه مسجل لها كل مالكاناته واملاكه باسمها. شو؟ ايه، وقال هي مستعده كمان توزع كل هالارزاق والاموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وما تنول انت ولا متليك واحد. لك شو الحكيات؟ شو الحكيات؟ بقلت لحالي كونك مثل اخي، قلت لازم خبرك مشان تعرف شلون تتصرف. لك يا عم الشوم، يا عم الشوم، لك انا ما فتحت من وقت ما مات اخي بحرف واحد، ما لو تبتر بعروتي بتطلع لي، هلا شو عم تحكي علي هيك؟ لك اطول بالك ابو كامل، لا تكبرها لانها مو مستاهله. لا يا ابو جابر، قصة بدها تكبر كثير، ومن هلا بدي حقي على دوز بارا. لك انت مشان ما ياخذوا عليك مستمساك، اول باشتان بتجيبه لابو عرب وبتاخذ تار اخوك منه. بعدين شو ما بدك تعمل ابو سالم شبه؟ وانت قلتها. اول شيء بدي اخلص من قصه ابو عرب، وبدي اخذ الزعامه، وبدي حاسب مرت اخي بالورثه بالمتليك. حقك يا بي، حقك، والزعامه خلقت مشانك، بس بالاول خلص من شغله ابو عرب. هو هيك، وانا برايي انه تضل الشغله بيناتنا، يعني ما يصير فيها لتلته وعي وحكي فاضي من هون وهون. من شانك وانت قلتها يا ابو جابر، بس وحدات اللي خلقك، من اليوم رايح الحساب تاري مع كل العالم. لك شو هذا الكروم؟ ديك شو هاد؟ هاد هو اللي طلع لنا الرزق لخليل، يعني هذا اللي بده يدلنا على مكان الطميره. فوتو فوتو. ايه هاد، بس هذا ديك مو حي الله. شلون يعني؟ لك مثل ما عم اقول لك، يعني والمعنى؟ المعنى على قولة الشيخ انه هديك مع العجاب اللي منربطه برجليه لحيدنا على محل طميرة. ايوه. لك ليش حقه هديك الحسبة؟ هلا لا تقول لي انه كل المصاري اللي ديناهم حطيتهم حقان. لكن شو؟ بس بكره لما يدنا على مطرح الطميرة رح تنسى كل شيء لخليل. طيب اخي، معناها اليوم بالليل منبلش حفر دغري. لك طول بالك، بكير لسه. شو مفكر الشغلة هي؟ شلون بكير؟ هذا لازم نربطه بأرض الديار تبعكم شي يومين لحتى يوالف على القرنة، وبعدين منفلته لحتى يدلنا وين مطرح الطميرة. ايوه. جاهز يا بي؟ لشو؟ شو لشو؟ مو وعدتك انك تزور عيالها؟ شحني انا عند وعدي. قول والله. لك متنا عم قلا لا تقوم تصلوا شي كايلي بفوتو على الشغور. والله مو فوتي اخي، انا مزبط كل شي بالحارة. بعدين وين اللي بيصير على اخي ابو عرب بيصير علي انا. شرفي. وانا مصدقك. شرفي. لك منو هاد انصاص الليالي؟ انا مين؟ لك انا. يلا يلا، جاي جاي. بيه سعيد. ايه سعيد، شلونك عم يبربك؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ والله ماشي الحال، كتر خير الله. بعد اذن شواربه حابب شوف ربا. شو عدا ما بدا؟ على علمي قلت لي انه القصه خليها بيناتنا. صراحه ما عاد فارقه معي. ليش؟ شو صاير؟ هلا بحكي لك، خدمنا طريق، خلينا نحو تحكي جوا. يلا.
تفضل تفضل سعود. يلا يلا تفضل. وينك كبيا؟ ونروح لعيد عمرك. يلا بشوف. يلا قول الله قبل ما يجوا الشباب. يلا كتر خير الله. هلا والله روشتي شوفي علينا. ليش هيك بصلتك محروقة؟ جاي حدا من قرايبينا، لا تفاجئوا. خص نص انت رباب. فضل قل والله احد. يا مو لك هذا سعيد يا مو. لك ايه سعيد بلحمه وشحمه وعظمه. رصيه رصيه مرت عمي. والله انا بدي مني رصدي حمد لله على سلامتك. بس 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 شلون شلون هلا؟ مو مهم شلون وكيف، المهم انه رب العالمين كتب لي امر جديد. انت عايش يا سعيد؟ عايش ولا انا بحلم؟ لك عايش عايش. احكي لك كلمه، احكي لك يا رباب كلمه. رب رب يا عباد. شو صاير يا ترى؟ شلونك يا رباب؟ شلونك مرت عمي؟ والله احنا مشتاقين لك. راح احكي لكم كل شيء من طقطق لسلام عليكم، بس خلينا نشرب لنا كاسه مي والله نشف ريقي. قومي يا ورد قومي. عتيب سكي شربيها انت. شربيها لك شربيها. لا والله. هذا يا ستي اكلت الضرب وضرب ماكي صوبت هون. يا سلام. الله يسلمك. خلصنا الحمد لله على السلامة. الله عليك. خلاص خلاص خلصنا خلصنا ان شاء الله. الف الحمد لله على السلامة يا الله يسلمك. الله يسلمك يا حبيبي. شو خلصنا يعني؟ لا والله ما خلصنا ما خلصنا ما خلصنا. عرب وينه؟ ليك بلودة. هاتيه 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 لنشم ريحة ربنا. عدو 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 عدو. أهلين أهلين أهلين. الظاهر أبو جابر دريان بقصتي مشان هيك خطفوا زينه. إيه شلون هيك؟ يبعث لي حمى. إيه مثل ما عملكم. ومشان هيك كمان أنا إجيت لحتى أخبركم بقصتي وطمنكم على حالي، ما بدي منكم شيء مثير للمخلوق. عمي بدي اسألك يعني انت وين صفيان؟ قصدي وين عم تنام؟ عم دبر حالي عمي عم دبر حالي. كيفك رباب؟ شو اخبارك؟ امي امي الحمد لله تمام. شفتني يا رجال جابي؟ ان شاء الله بتشوفوا زينة الرجال ان شاء الله يا رب. اي والله ان شاء الله. اي والله. لك شلون هاي طريقة هيك نعيش احسن عيشة؟ لا عي ولا مشاكل ولا قصص. شلون؟ الله كريم يا ابي. يا والله الله كريم لك ابي. والله كريم. الله يقدرنا. تاكل لك لقمه ابن عمي؟ شو بدي اكل؟ والله ما بنفسي الاكل كله كله. هالشوفة هي شبعتني خلاص. حس حالي شبعان. الاحوال انا ماني بطول والله خلاص. شو هالحكي؟ طب واخرتها هالقصة عمي؟ واخرتها؟ شو اخرتها لك جابير؟ اخرتها بده يبان الحق. يا اخرتها شو اخرتها يعني؟ مشان الله عمي قل لي كيف فيني ساعدك؟ لك عمي انت اللي كان لازم تعمله عملته عملته ما قصرت كفو والله. ليش انا شو عملت عمي؟ انا والله ما عملت غير الواجب. لا عملت عملت وما قصرت والله. لا انت ولا ابوك. يا والله الله يجزيكم خير عمي. الله يجزيكم خير. يعني شو هلا؟ رايح ابي؟ غصبا عني يا ابي والله غصبا عني. اي والله بركه فيكم. وبجابر عمي ببوس ايدك ببوس ايدك. قل لي شو محتاج؟ انت لك جابر تأمنت على الروح وطلعت كفو. اي والله طلعت كفو الحمد لله كفو. هاي عرب هاي عرب. ولك قربي قربي حسياني انك مرتي. قربي. كنت ميتة على غيابك وهلا عشت يا سعيد.
بعيد الشر عن قلبك يا حبيبة القلب والروح. أنا خايفة عليك. لا تخافي، رب العالمين هو كاتب كل شيء، واللي بده إياه بده يصير. رباب، رباب أنا اشتقت لك كثير. وخلاص شوفتك هلا قوتني كثير، رح تخليني استعجل برجعتي عن قريب بإذن الله. الله يخلي لي إياك، أنا عم أدعي لك، والله عم أدعي لك. لك إيه، دعي لي دعي لي، أنت مرضية وطيبة وبنت حلال، رب العالمين أكيد رح يستجيب لدعائي. بس ما بدي أشوف الحزن بعيونك، ما بدي أشوفك من يوم رايح غير مبسوطة. سعيد رجعي، سعيد رجعلك يا حبيبة القلب. هاي واحدة عندي، هاي واحدة عندي كبيرة. لك ما في لزوم هالحكي، شبك روح غيب عن الناظر هلا، روح قبل ما يجوا الشباب. قول الله. وهلا صار لازم نخلص من ابو كامل، حاجته بقى. لكن بده ياخذ الزعامة مني، والله بعيدة عن اسنانك يا ابو كامل. بسيطة. شد لي حالك يا فوزي يلا. يا فوزي دير بالك على الرز. حاضر معلم. سالم طلعت من البيت قرحت لعند ستي ام جابر. جاي وراكي فورا. يلا طول عشان ناخذ راحتنا. بس بالحكي لك ايش مطول؟ ايه ما صدقت على الله انت طلعت من البيت. قولي عليك يلا ناطرتك. جاي وراكي. شو كمان؟ قلت له انه حضرة جنابك رح تطلع من البيت، قال لي تكي ولاحقك، وبعدين قال لي انه في واحد وعده بس يجي ياخذ الورق والمال كانت يسرقهم من عندك رح يروح لعنده مشان هو قال ينقل له اياهم على اسمه. ما بشو يا عبشو يا عبشو. شو كمان شامي؟ وقال لي كمان انه ضب قشتي واسرق لي كل ذهباتك يا ستي، قال والمسا هو بيجي بياخذني بيهربني من الحاره وبعدين بيتجوزني. كامل هيك قال لي؟ اي والله. لك يا ريتني متت ولا سمعت هالشي، يا ريتني متت، يا ريتني متت، يا ريتني متت. بعيد الشر عنك، بعيد الشر عن قلبك يا ام سالم، دخيلك لا تدعي على حالك، خلينا نتاكد بالاول قبل ما ناتي باي حركه. أكيد على هو يا ستي. أم سالم خلينا نفوت لجوا لنشوف شو بده يصير معنا. تفضلي فوتي فوتي، افتحي الباب شامي. حاضر. ليش دخلت حتى فتحتي الباب؟ ما تأخرت، صار معي شغلة. شغلة؟ بخير يا روحي، شو صاير معي؟ كان معي شوية مصاري مخبيتهم مع ستي ام سالم، دورت عليهم ما عم لاقيهم. فوتي فوتي حتى ندور عليهم سوا، فوتي. بس انا ما بعرف وين حاططهم. انا حنكت لك اياهم تحت تقطير الارض، فوتي. والله يا كامل ما رح تلاقي شيء، انا دورت عليهم بكل البيت ما لقيت شيء. لك اطلعي لفوق، اكيد بدها تكون مخبيتهم، فوين بدها تكون مخبيتهم؟ يا عيب الشوم عليك يا كامل، كيف يا عيب الشوم؟ يا حوينية الترباية فيك. انتي هون مرت عمي؟ فايت على بيتي وبدك تسرقني؟ بدك تسرقني يا كامل؟ انا انت شو؟ انت شو يا قليل الوجدان يا عديم الاخلاق والضمير؟ انت شو؟ مو هيك القصة. لكان شو القصة؟ فهمني، لك انت ما بتستحي على حالك؟ ما بتستحي على دمك؟ يا مرت عمي بس انا خلاص خلاص، أنا لا مرت عمك ولا بيشرفني تكون ابن أخو جوزي يا واطي. بس يا مرت عمي. نلع من خلتي، نلع وبتقلوا لأبوك وبتفهموا على لساني أنتوا مالكن عندي شي، لأنه كل الأملاك مسجلة باسمي لكم، بدي أوهبة للقرود السود وما بطولوا مني قرش واحد يا حرامية يا غدارين.